في جميع أنحاء العالم تتصارع الأنواع في معركة البقاء الطبيعية الوحشية. في الجبال وفي المروج الخضراء وتحت البحار الزرقاء، الجميع عالق في صراع مميت. تتصارع الحيوانات فيما بينها للحصول على الطعام، المناطق والحق في التناسل. من الأدغال الإفريقية إلى الجليد القطبي لا يوجد قواعد. هذا هو نادي قتال الحيوانات. فهد الشيتا أسرع حيوان يسير على 4 قوائم. القاتل الوحيد الذي يسبقه هو فهد شيتا آخر. لا تعيش الفهود في قطعان، لكن الروابط بين الإخوة قوية جداً. هذان توأمان نموذجيان في سهل سيرنجيتي وعمرهما الآن 1.5 سنة، وقد تركا حماية الأم مؤخراً. لا يفترقان، ويشحذان مهاراتهما في الصيد سوياً. سلاحهما الرئيسي هو السرعة. القطة الكبيرة سريعة، لكن فهد الشيتا هو أسرع حيوان على الأرض. سرعته القصوى تبلغ 105 كيلومترات في الساعة. يتسارع من 0 إلى 100 في 3 ثوان، وهو أسرع من سيارة سباق ناسكار النموذجية. إنه مبني من أجل السرعة. أما بالنسبة لحجمه، فإن عظم الساعد لديه أطول من بقية القطط، مما يسمح له بقطع 10 أمتار بقفزة واحدة عبر ثني ظهره. ولتحمل الضغط الذي سيتعرض له عند الهبوط، توجد أربطة تربط عظام ساقيه معاً بقوة مثل الحزام الرياضي. النجاح حليفها. لكن أراضي الصيد هذه تنتمي لجماعة أخرى. إخوة بعمر 3 سنوات، متوحشون ويملكون الخبرة الكبيرة. يقتلون المتطفلين. أحد التوأمين يواجه مشكلة كبيرة. الأنثى مرشحة للتزاوج مستقبلاً، لكن أخاها التوأم يعتبر منافساً. وأيضاً هدفاً رئيسياً، إنه يتعاون مع أخته. تركز الإخوة هجومها، الذكر لن يهجر أخته لوحدها. تشعر بالخطر وتتجمد. بقي وحيداً. إنه هجوم ثلاثي المحاور، تدور كي تهاجم المؤخرة والرقبة. يمكن أن تكون معارك وحشية وتنتهي بالموت. ينحني متخذاً الوضعية الدفاعية التقليدية. يوجه أسنانه ومخالبه نحو المهاجمين. وأخيراً قد نجح. مرتين. مخالب بطول 1 سنتيمتر وأنياب بطول 2.5 سنتيمتر وردة فعل بسرعة البرق تبقي الإخوة بعيداً عنه. إنه أسرع وأكثر تركيزاً منهم. ليسوا معتادين على الضحايا التي تقاتل دفاعاً عن نفسها.
ولا يريدون المخاطرة بحياتهم. يتابعون طريقهم دون أن ينجزوا المهمة. سيفكرون مرتين قبل أن يتعرضوا لهذين التوأمين، لأن فهد الشيتا يمتلك قلب الأسد. تستطيع الفهود مجاراة سمعتها الشرسة بسهولة، لكن هذا البرنامج لديه بعض المفاجآت اليوم. إن ظننتم أن الزرافات أليفة، فكروا مجدداً. في موسم التزاوج، كل أنثى ضمن نطاق 80 كيلومتراً تكون متاحة ويمكن أن تصبح قاسية. في تنزانيا، يحاول ذكر أن يطيح بالبطل الحاكم مستخدماً تقنيات أدهشت السياح الموجودين. نصف وزن الزرافة تقريباً موجود في رقبتها الطويلة. أعلى رأسها يشبه المضرب. هذا السلاح مثالي لضرب الخصم. بعض الخبراء يعتقدون أن رقابها تطورت خصيصاً لأجل القتال. وبما أن رقابها تستمر بالنمو، فإن الذكور البالغة تملك الأفضلية. هذا الذكر ذو الأعوام العشر أطول بثلاثين سنتيمتراً من غريمه. يقوم البطل بالحركة الأولى، ويرد عليه اليافع بطريقة الزرافة. باستخدام رقبته الطويلة، يوجه الذكر الكبير سلسلة من اللكمات. ضربة موفقة قد تؤذي الأعضاء الحيوية وتضمن فوزه. يمكن سماع دوي الصدمة على بعد 100 متر. يرد الذكر بمحاولة يائسة. المفاصل الكروية تعطي رقبته مرونة عالية جداً. يستطيع قذف رأسه مثل المقلاع. يضرب البطل جسد الذكر عدة مرات. بالنسبة للسياح، فإن هذا العرض وحشي. وصراع الزرافات على وشك أن يصبح أكثر خطورة. الزرافات تهاجم بقوة كبيرة وتحاول إصابة رأس الخصم. يتم ضخ الدم بارتفاع مذهل جداً قدره متران ليصل إلى دماغها. إذا توقف إمداد الدم للحظة واحدة، فقد تفقد الزرافة وعيها. ضربة على الجزء الخلفي هو كل ما يتطلبه الأمر. طرح الخصم أرضاً ويغيب عن الوعي لمدة 3 دقائق. يكون معرضاً لخطر المفترسات، لكنهما يصوبان على مناطق منخفضة. سيأخذان وقتاً. مثل الملاكمين المتعبين، يبقيان قريبين، لكن الذكر لا يعلم متى ينسحب. أما البطل فقد نال الكفاية. مع تصويبة محكمة، أرسل منافسه في الهواء. يستسلم الذكر الفتي، ولن يخوض تحدياً آخر قريباً. والبطل يستعيد لقبه وأيضاً إناثة. القتال من أجل الشريك قد يكون صعباً، لكن أحياناً وبسبب الطعام قد يكون مهدداً للحياة. في مدغشقر تقوم حيوانات الليمور بحراسة في مرجها الخاص. تبدو كمجموعة من المجرمين الذين هربوا من السجن. إن عبرت عصابة منافسة الحدود، ستندلع الحرب.
منطقة هذه الجماعة هي منطقة مميزة غنية بأشجار التمر الهندي. التمر الهندي هو الطعام المفضل لحيوانات الليمور. روكسي هي الأنثى القائدة. يقوم الحراس بحراسة المخزون الغني. وضعوا حدوداً بالروائح لتحذير المنافسين من الدخول. أما على حافة منطقتهم الغنية تكافح مجموعة أخرى للبقاء عبر تناول الأوراق الصغيرة. زعيمتهم ريزو تريد الأفضل. تقود جماعتها خلف خطوط العدو متجهة إلى التمر الهندي. يلمح عناصر المجموعة الغزاة. تحمل هي وبقية الإناث الصغار المعرضة لخطر المفترسات وحيوانات الليمور. نصف صغار حيوانات الليمور تموت في طفولتها، لذلك الأمهات تبقي صغارها قريبة منها وحتى في المعارك. بذور التمر الهندي تستحق القتال. تغزو جماعة من الليمور منطقة جيرانها لأجل الطعام. أصحاب الأرض ليسوا من محبي المشاركة. صيحات الإنذار يجب أن تخيف اللصوص، لكن اللصوص يشعرون بالجوع، لذا تقوم مالكة الأرض ببدء الهجوم. تستهدف زعيمة المجموعة ريزو مرتين مع عظام طويلة، وهي تعمل مثل النوابض، تقفز لمسافة 9 أمتار في كل مرة. والآن روكسي محاصرة. يمد اللصوص أيديهم ويصرخون ويدعونها لتحديهم بقتال القفز. يندفعون مع أظافرهم التي تشبه المخالب ويمزقون جلدها، بينما تنتقم روكسي تحاول صغيرتها التشبث بيديها الصغيرتين. لكنها تسقط. تبحث عن الأمان وتجرب أحد الخصوم. لكنها ستتعرض للقتل من قبل الجميع عدا أمها. لقد وجدتها. تعكر مزاج روكسي. تقوم جماعتها بطرد المتطفلين. ويعم السلام في منزلهم الجميل. لكن أحياناً عندما تتصارع الحيوانات على المناطق فإن النتيجة ستكون مفاجئة جداً. اثنان من حيوانات الظبي تعلن الحرب. أمسك صاحب الأرض بظبي فتي يقتحم منطقته. حان الآن الوقت المناسب لتلقينه درساً قاسياً.
ظباء الماء تعشق الماء. تقوم الظباء بإفراز مادة زيتية ذات رائحة تحمي جسدها من الماء. الظباء تذهب بعيداً عندما تحس بالتهديد. خطة فعالة، إلا إذا كانت بمواجهة ظبي آخر. هذا الظبي تعرض للضرب وهو على وشك الموت. صاحب الأرض يتوقف، إنه يشعر بالخطر. بالنسبة للأسد، فإن صوت ورائحة ظبي الماء المحارب مثل سماع جرس العشاب. صيادة ماهرة، وهي تعمل في فرق صغيرة لفصل الفريسة عن القطيع. فريسة اليوم سهلة للغاية. تحيط بها الأسود وتحاصرها. صيد الظبي في بركة الماء لا يبدو أمراً مألوفاً بالنسبة للأسود. يرى الظبي فجوة، وتقوم اللبوة بمهاجمته. كانت ستسقط فريستها على الأرض، لكن هنا تتشبث بها. تتحرك للوصول إلى الجمجمة. لكنه يرفض الاستسلام ويقوم بغمر وجه اللبوة بالكامل تحت الماء. لأنها لم تتنفس فقد أفلتت قبضتها. لكن الظبي يقوم بخطأ قاتل. الماء هو ملعبه، واليابسة ملعبه. عندما تقوم الأسود الجائعة بدعوتك إلى العشاء، فهذه الدعوة لا يمكنك رفضها أبداً. بالنسبة لأسود إفريقيا، القتال لأجل الطعام جهد جماعي. في المروج، إن صراع الأرنب البري للحصول على الشريك هو ملاكمة. هذا الأرنب هو ذكر مميز، يملك أذنين جميلتين وساقين خلفيتين، يمكنهما الجري بسرعة 80 كيلومتراً في الساعة. يعتبر نفسه الأجمل في هذا المرج. يتمعن ويضع هذه الأنثى نصب عينيه. لكن الإناث الأرانب فريدة في عالم الحيوان. إنها تستثار لعدة ساعات في اليوم. إن لم تكن جاهزة، فمن الأفضل أن يحترس. إن أنثى الأرنب البري تقاتل لمنع أحد المعجبين من الاقتراب منها. أقدامها مجهزة للجري بسرعة هائلة، وفي وضع القتال يسمح لها ذلك بضرب وجهه 5 ضربات متتالية في الثانية. قد يبدو ذلك مثل المداعبة، لكن المخالب الموجودة على القدم حادة. أي ضربة من هذه الضربات المتتالية يمكنها أن تسبب الندبات أو أن تنتزع بعض الفراء وتسبب جروحاً خطيرة. تقوم هذه الأنثى أيضاً باختبار استراتيجي للذكر لترى قدرته على التحمل ليكون شريكاً مناسباً. الأرانب
تملك قوة كبيرة بالنسبة لوزنها، عظام خفيفة وأطراف خلفية قوية، وهو مزيج يمكنها من الوقوف على قوائمها الخلفية وتبادل الضربات. تملك الأرانب قلباً كبيراً وقوياً. إن أخذت فواصلاً، فإن هذه الكائنات اللطيفة يمكن أن تستمر بالملاكمة طوال اليوم. لقد تجاوز الاختبار واستعادت مزاجها الجيد، وتم نسيان كل شيء. يبدو سطح المياه النقية في البحر الكاريبي هادئاً وجميلاً للغاية، لكن المعارك تبدو فتاكة جداً كما هي على اليابسة. الشعاب هي موطن الأسماك المفترسة، العملاقة اللطيفة، والصيادة الشرسة. يوجد متطفل سام في هذه الحفلة. هذا الكائن المزخرف هو سمكة الأسد. يعود أصلها لجنوب المحيط الهادئ، وأيضاً هي كائنات توسعية جداً. من المرجح أن أفراداً تم إحضارها للأحواض المنزلية قد تم إطلاقها في البرية، وهذه المتطفلة تسرق كل الطعام. أما معدتها يمكنها أن تتضاعف 30 ضعف الحجم الطبيعي. إنها تقضي على شعاب كاملة وتتركها خالية من الأحياء البحرية الصغيرة، ولسوء حظ المفترسات المحلية فإن هذه الدخيلة لديها أسلحة. أشواك سمكة الأسد الظهرية والبطنية والخلفية سامة جداً. لمس واحدة قد يسبب تقلص غلاف لين ليكشف عن نتوء حاد كالإبرة، وهذا الغلاف يقوم بالضغط على غدة مملوءة بسم عصبي وعضلي. يتم عصر السم في قناة ضيقة في الشوكة إلى الضحية غير المحظوظة أبداً. تمتد آثاره لتشمل الألم الشديد وضيق التنفس وحتى الشلل، وهذا كاف لردع غالبية المفترسات. لكن اليوم سمكة الأسد هذه على وشك مقابلة قاتلتها، سمكة هامور ناسو. هذه السمكة هي حارسة الشعاب المرجانية، وهي غير متأكدة من هذه الدخيلة. يمكن لهذه الأسماك أن تلتهم سمكة كبيرة، ولكن مظهر أسماك الأسد المخيف يجعلها تفكر مرتين. تذهب لإلقاء نظرة، لكن الدخيلة تلوح بأشواكها السامة بهدوء في وجه سمكة الهامور. لكنها لن تتراجع. وتقود السمكة إلى السيول المكشوفة. تقوم بالبحث عن زاوية أفضل للهجوم، وما سيحصل تالياً سيتم تسجيله للمرة الأولى باستخدام الكاميرا. سمكة هامور تقوم باقتياد سمكة أسد بعيداً عن الشعاب إلى السيول المكشوفة. سمكة الأسد هي دخيلة على المنطقة، وسمكة الهامور على وشك طردها ووضعها في معدتها، لكن أشواك سمكة الأسد تقف في الطريق، والهامور تعرضت للسعات. تحتوي الأشواك على سم عصبي يسبب الشلل، لكن السمكة لم تتراجع. فتحت فمها الكبير بسرعة كبيرة بحيث تتولد دوامة جاذبة وتلتهم السمكة الدخيلة بكاملها مع السم وكل شيء.
هذه المرة الأولى التي تم فيها تصوير سمكة هامور تصطاد سمكة أسد، وهذا بدون تدخل الإنسان. السؤال الحقيقي، هل سيؤثر السم على سمكة الهامور؟ إن حصل ذلك، ستكون آخر سمكة أسد ستتناولها في حياتها. عندما يتعلق الأمر بالسم، لا أحد لديه سم قوي مثل الأفعى. وهذا هو السبب بأن الأفاعي تكون في بال أنثى سنجاب كاليفورنيا، لأن الأنثى لديها عائلة وهي مخبأة في جحر تحت الأرض. مع أنفاق بطول 60 متراً حول الجحر، يجب أن تكون بمأمن، إلا إن استطاع ثعبان الجوفر التقاط رائحتها. يمكن أن يصل طوله لمترين ونصف، يمسك بالفرائس الكبيرة بأسنانه ثم يعصرها حتى الموت عبر الالتفاف. هذا الثعبان يمكنه التهام جميع صغار السنجاب الأرضي في وجبة واحدة. لمحت الأم الثعبان وارتجفت. عليها إيقاف الأفعى قبل أن تصل إلى جحرها أو تموت وهي تحاول. يضرب الثعبان محاولاً تقدير المسافة، لكن الأم لا تستسلم. الضربة الثانية، إنه يقترب. الضربة الثالثة، لكنه لم ينجح. وعلى الأنثى أن تترك نفسها عرضة للهجوم لتحمي أولادها. يأخذ الثعبان وضعية بشكل حرف S، وهي قاعدة جيدة لتسديد ضربات سريعة، لكن الأنثى تتسلل وتعض الثعبان بقوة. لديها 4 قواطع وسطية قاسية وحادة، وهي حادة مثل شفرة الفأس. إن استطاعت تنفيذ ضربتها، يمكنها اختراق الجلد والوصول للحبل الشوكي. وإن نجح الثعبان بضربته، يمكنه أن يعصر الحياة من الأنثى حرفياً. الثعبان يضرب بقوة، وهو الآن عرضة للهجوم، لكن الأنثى تقوم بخطأ كبير. تهاجم في مكان قريب جداً من رأس الأفعى، قد يعني ذلك نهايتها. تستهدف أعضاءه الحيوية وتضربه قرب رأسه. استطاعت الإفلات في الوقت المناسب. اقتربت من الكارثة وتعلمت درسها. أنثى السنجاب تركز على ذيله. إنها أنثى سنجاب قوية جداً. خطة الأنثى أن تتعب الثعبان حتى أنها امتطت ظهره، وهذا أتعبه. والآن يحاول الثعبان القيام بحركة أخيرة. يتعرض ذيله للضرب، لكنه لم ينتهي بعد. الأنثى لا تستطيع اللحاق به لقتله، والثعبان لا يمكنه أن يخاطر بالعودة. تراقبه أثناء مغادرته ثم تختال مبتعدة. الثعبان تعلم درساً قاسياً من مدرسة السناجب القتالية، وحصلت عائلة السناجب الصغيرة على حياة جديدة. عبر ملايين السنين
قاتلت الحيوانات من أجل شيء واحد أكثر من أي شيء آخر، وهو استمرار سلالتها. على ارتفاع 3000 متر في الصحراء الفلسطينية، يأخذ الوعل النوبي المبارزة إلى مستوى جديد من الخطورة. هذا العجوز هو سيد الجبل. لدى هذا العجوز 20 زوجة، لكنه لا يسترخي متمتعاً بالنصر. خلال موسم التزاوج سيدافع عن عرشه أمام المتحدين له، وهو مجهز جيداً لأجل المعارك. يمكن أن يقفز 3 أضعاف ارتفاعه ويتسلق الجروف المنحدرة ويسير على حواف بعرض 2.5 سنتيمتر تتشبث بحوافرها التي تشبه الماصات. قرونها أسلحة مذهلة، وهي تحتاجها بشدة. عندما يكون التزاوج عرضة للانتهاك، يستعد الذكر الغيور لسفك الدماء. يريد هذا الوعل النوبي الفتي الحصول على إناث العجوز قبل أن يقررا الذهاب للحرب. يخوضان مباراة في التدافع. وهي طريقة لتقدير حجم بعضهما واختبار عزيمة الخصم أيضاً. سيتقاتلان إن كانا متماثلان في الحجم، واللعبة بدأت. حصل الوعل الأصغر على الأرض، وهو يقوم بسلسلة من النطحات الرأسية من الأعلى. بسبب طبيعة الأرض الوعرة، الركض أمر خطير جداً. قائمتاه الخلفيتان تمكنانه من وضع معظم ثقل جسمه في الضربة. هذا الوعل يحاول أن يرمي خصمه إلى أسفل الهضاب. يقوم بتنفيذ ضربته على جمجمة خصمه. يدير الوعل العجوز رأسه ليصد الضربة بقرونه. أمسك بالوعل الفتي، والآن أصبح في الأرض المرتفعة. يدفع بخصمه للأسفل. خطوة خاطئة وسيسقط إلى الموت المحتم. يتلقى الوعل اليافع الهزيمة، وبقيت سمعة الوعل العجوز سليمة. القوة ليست ما تحتاجه للفوز في نادي قتال الحيوانات. النمر الأمريكي، آلة القتل هذه، تملك العضة الأقوى. إنها قوية بالنسبة للقطط الكبيرة. في الغابة في أمريكا الجنوبية، يعتبر النمر زعيم المفترسات. بوزن قد يصل ل110 كيلوغرامات، وبطول حوالي 2.5 متر من الأنف إلى الذيل. معطفه المرقط يتماهى مع الخلفية الطبيعية. إنه قاتل صامت على اليابسة. أما بالنسبة للماء، إنه القط الكبير الأكثر مهارة في الهجمات البرمائية. حتى التمساح الذي يملك 74 سناً ليس نداً له. جمجمته القاسية تحوي 30 سناً
وهي مبنية بحيث تحوي عضلات فك قوية تسمح له باختراق الجمجمة والوصول إلى الدماغ. يفوق الضغط 4500 كيلوغرام في السنتيمتر المربع، ولا يوجد مهرب من فكيه عندما يعض. هذا النمر هو القط الوحيد الذي يمتلك شهية للزواحف، لكن هذا النمر الأمريكي يوسع قائمة طعامه. إنه على وشك مقابلة خصمه. ضجة من بعيد تجذبه للداخل. من أجل عشاء خفيف اسمه قرد الكبوشي. قرد ذكي يملك 20 ضعف الخلايا الموجودة عند الكلب. يستخدم الحجارة لكسر الجوز، لكن الضجيج يساعد النمر على الاقتراب. إنه على بعد أمتار فقط من صيد القرد. قد يكون هذا القرد صغيراً، لكنه ليس غبياً. لديه فكرة. القصف الجوي على ارتفاع 12 متراً، صخرة بوزن كيلوغرامين ستولد صدمة بمقدار 350 كيلوغراماً. هذا يعادل ضعفي وزن النمر، وهذا سيسبب له صداعاً. إنه قصف مساحي، والنمر لا يستطيع أن يخاطر بحياته. انتهت اللعبة. في هذه المنافسة العقل بمواجهة العضلات. لا يوجد مجال للمنافسة. يتظاهر البعض بأنه خطير كوسيلة للدفاع، ولكن من المخادع ومن هو الخطير حقاً؟ في شمال غرب المحيط الهادئ تعيش الحيوانات الأكثر سمية على الكوكب، السمندل قاسي الجلد. إنه يشكل تهديداً للكائنات الصغيرة التي يتغذى عليها، لكنه يحمل سموماً مميتة، وهذا النوع لديه سم كاف لقتل 25,000 من الفئران. لهذا السبب تتجنب الحيوانات التهامه. لكن هذه الأرض هي الموطن الرئيسي بالنسبة للضفدع الأمريكي الكبير، وهو أكبر أنواع الضفادع. يملك شهية كبيرة، عيناه كبيرتان ترى لمسافة 180 درجة وتساعدانه على رؤية الفرائس من موقعه. يلتقطها بلسانه القصير اللزج. هناك وجبة عشاء قريبة منه. يكشف عن بطنه، وذلك بعدما أحس بالخطر. بالنسبة للمفترسات فإن لونه البرتقالي يشير إلى الخطر. الضفدع يستطيع رؤية الألوان، لكنه لا يفكر إلا بمعدته.
السمندل يكون ساماً إن تم أكله. في داخل الضفدع تبدأ الدفاعات بالعمل. أما السم يقوم بشل حركة الضفدع عبر منع الإشارات الكهربائية في الأعصاب، مما يوقف حركته وقلبه أيضاً. استغرق الأمر بضع دقائق، وبعدها يخرج السمندل سليماً دون أي خدوش ليعيش يوماً آخر. يقاتل المنافسان الثقيلان من أجل الحياة بطريقة غير اعتيادية. طول ذكر الفقمة ذات الغطاء يبلغ 2.5 متر، ويبلغ وزنه 300 كيلوغرام. للوهلة الأولى تبدو الفقمة ذات الغطاء مثل أي فقمة، إلى أن تقوم بهذا. يمكن للذكور أن تنفخ أنفها على شكل بالون لتهديد الذكور الأخرى، وهذا مدهش كفاية لإثارة إعجاب الإناث. يمكن للإناث إنجاب جرو واحد في العام، لذا تزداد المنافسة بين الذكور في موسم التزاوج وتصبح شديدة. عمره 15 عاماً، وهو يريد هذه الأنثى الجميلة، لكنه ليس الوحيد. المعارك قد تنتهي بالموت، مجازفة سيقومان بها أملاً في التكاثر. المتحدي الأول يقوم باستعراض للقوة، ينفخ الغطاء الأسود الموجود فوق رأسه، ويخرج الهواء من واحدة من القنوات لينفخ الغشاء الأنفي ويبدو كالبالون، يبلغ ضعف حجم كرة قدم. والعاشق يرد عبر نفخ بالونه الخاص. عندما يكون ذلك غير كاف، يقومان بطي البالونات ويبدأان بالصراع. المتحدي يقوم بالضربة الأولى، يرد العاشق بعضة. مع 30 سن قصير وقوي يمكنهما التسبب بجرح نازف، لكن مع زعانف بطول 30 سنتيمترا توفر الحركة، يمكنهما العض والوصول للهدف. طبقة الدهون لدى الفقمة سماكتها 3 سنتيمترات وتشكل طبقة دفاع. ينفخان غطاء الرأس ويبقيان بالونات الأنف مخفية، لأنها يمكن أن تتمزق بسهولة أثناء القتال. يقوم العاشق بمجموعة من الضربات، مما يؤدي لانسحاب المتحدي متجهاً إلى المياه الآمنة. يقوم العاشق بطرده بعيداً مع نفخة أخرى لبالون الأنف خاصته، والأنثى أصبحت ملكه.